معنا على التليفون الزميل العزيز أدهم ندى علشان نتكلم معانا عن آخر الاستعدادات للنادي الأهلي قبل معسكره المغلق وأيضا قبل مباراته اللي هتكون بكرة إن شاء الله الساعة 7:30. يا أدهم برحب بيك. برحب بيك زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناة نادينا الحبيب قناة النادي الأهلي. طمنا وطمن كل الأهلوية على آخر الاستعدادات اللي النادي الأهلي ختم بيها ميرانو اليوم واللي انطلق إلى معسكره المغلق علشان يستعد بكرة إن شاء الله لمباراة نادي المقاولين العرب في بطولة الدوري في الأسبوع الـ 14. طبعا العنوان الكبير النهاردة زميلي عمر ربيع ياسين هو مران فني قوي للنادي الأهلي. سبقوا محاضرة فنية للمدير الفني ريني فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، ألقاها على اللاعبين أكد فيها ضرورة الالتزام والانضباط وعدم التهاون خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن النادي الأهلي مقبل على مباريات هامة، المقاولون والنجم الساحلي والهلال، مجموعة من المباريات المتوالية محتاجة كل التركيز وكل الانضباط وكل الالتزام بالنسبة للاعبي النادي الأهلي. طبعا وأن لاعبي النادي الأهلي مسؤولين مسؤولية كبيرة تجاه جماهيرهم، الاستمرار على نفس النسق الممتع والرائع والأداء الرائع اللي أداه النادي الأهلي في الدوري العام واللي كان آخره في مباراة طنطا اللي فاز بها بخماسية نظيفة. الحقيقة فنيا ركز المدير الفني ريني فايلر مع لاعبي النادي الأهلي اليوم في المران على ضرب التكتلات الدفاعية واستغلال الأجناب. طبعا متوقع ان في مباراه المقاولون المدير الفني القدير عماد النحاس ان هو هيلعب بتكتل دفاعي امام النادي الاهلي. ركز المدير الفني ريني فايلر على استخدام كافه العناصر الهجوميه في ضرب التكتلات الدفاعيه والتسديد من خارج منطقه الجزاء. حابب اطمن جماهير النادي الاهلي زميلي عمر ربيع ياسين على لاعب النادي الاهلي محمود متولي، طبعا نجمنا اللي أدى مران أكثر من رائع وجاهزية فنية وبدنية أكثر من رائعة. محمود متولي أدى أداء أكثر من رائع أمام طنطا وكان مفتاح من مفاتيح اللعب. وليد سليمان بجاهزية بدنية وفنية عالية. بالنسبة لحسام عاشور عنده بس بعض الإجهاد في العضلة الخلفية ولكن إن شاء الله سيعود قريبا. بالنسبة للصفقة المنضمة حديثا للنادي الأهلي اليوباجي بيشارك طبعا في مران النادي الأهلي ولكن محطوط له برنامج فني وبدني وتأهيلي عشان يكون على نفس النسق وعلى نفس فورمة نجوم النادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله ويتألق مع لاعب النادي الأهلي. حابب برضو أنوه إلى خبر تأجيل مباراة النادي الأهلي وإنبي في الدوري العام. الحقيقة لاقى ارتياح وسط أعضاء النادي الأهلي بالجزيرة، طبعا النادي الأهلي في حال يعني حالة إجهاد أكيد من التوالي وضغط المباريات، طبعا ده هيكون في أريحية بالنسبة للاعب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. توجه لاعب النادي الأهلي منذ دقائق قليلة إلى المبيت في فندق في المبيت ليلة المباراة من أجل معسكر مغلق للاستعداد للمباراة المرتقبة أمام نادي المقاولون العرب. بالتوفيق كل التوفيق لنجومنا لاعبي النادي الأهلي والاستمرار على أداء الأكثر من رائع وعزف لحن العزف المنفرد على صدارة الدوري العام المصري. هل أيضا في أخبار عن المصابين؟ هل في أي أخبار جديدة ممكن نطمن بها الجمهور ولا كل الأمور مستقرة ويبقى الوضع كما هو عليه؟ الحقيقة كل الأمور مستقرة حتى الآن زي ما نوهت زميلي عمر ربيع ياسين بالنسبة للمصابين، وفي الحقيقة حالة تنسيق أكثر من رائعة ما بين الجهاز الطبي والجهاز الفني، اجتماعات مستمرة. كنت سامع يا أدهم من النهاردة كان في اجتماع بالتحديد مع مستر ريني فايلر مع الدكتور خالد علشان يعرف اخر الاخبار المستجده بالنسبه للعيبه المصابه، هل الكلام ده حصل فعلا؟ بالفعل في جلسه جمعت المدير الفني ريني فايلر بطبيب النادي الاهلي لعرض تقرير موسع لحاله المصابين. طبعا انت عارف زميلي عمر ربيع ياسين ان النادي الاهلي مقبل على مباريات كثيره محتاج كل لعيبته الفتره المقبله ان شاء الله. وحابب اذكر ان رمضان صبحي الملاحظ طبعا في التدريبات انه يوم عن يوم بلغة الكرة بيجيب فورمته، بيزيد أداؤه، جري خفيف حوالين الملعب. طبعا نجمنا رمضان صبحي بيعول عليه الفترة المقبلة انه يشارك مع زملائه ويقود خط الهجوم مع زملائه ان شاء الله في المباريات المقبلة. بطمن جماهير النادي الأهلي عليه قريبا جدا هيعود الى الملاعب والتألق مع النادي الأهلي. يعني يا ادم بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا وطمنتنا وعرفتنا اخر الاخبار المستجده من اخر تدريب للنادي الاهلي قبل استعداده لمباراه نادي المقاولون.